كلما كان شيء كبيراً كان التحكم به أصعب، فمن يقود سيارة لا يعاني كثيراً كالذي يقود حافلة أو شاحنة كبيرة، فما بالكم أن يكون الحجم أكبر والطريق عبارة عن بحر أو محيط. بالطبع قيادة السفن من أصعب المهمات على الإطلاق، وخاصة مع تقلبات البحار والمحيطات، لذا نجد هناك الكثير من الإخفاقات بها، واليوم جئنا لنعرض لكم بعضاً من هذه اللحظات.